بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وأنر بصائرنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، واجعل في دمنا نورا وفي لحمنا نورا وفي أبشارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا واجعلنا نورا ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وتكلمنا في الجلسة الماضية في المسح على الخفين في أولها، وقلنا باختصار أن المسح على الخفين جائز بشروط. المسح على الخفين يكون بدلا عن غسل الرجلين بشرط في الوضوء لا في الغسل، بشرط أولا أن يكون لبسهما بعد كمال طهارة، وتكلمنا على هذا بالتفصيل، لأنه لو غسل إحدى رجليه ولبس الخف فيها قبل أن يغسل الثانية لا يصح أن يمسح على الخفين، بل يجب عليه أن يلبس الخف بعد تمام طهارة الرجلين. ثم الشرط الثاني، وهو الذي سوف نتكلم عليه اليوم، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرد. يشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يكون ساترا لمحل غسل الفرد، ومعلوم أن القدمين يغسلان إلى الكعبين بنص القرآن وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكعبين في كل رجل كعبين، والكعبين هو العظمان الناتئان عند نهاية الساق وبداية القدم، اللي احنا بنسميهم بالمصري بز الرجل، تسميهم انت بطريقة المصريين بز الرجل، هو دول الكعبين. فكل رجل لها بزين، يعني بروزين، بروزين ناتئان. امال احنا بنسمي الحتة اللي ورا دي اللي هي العقب بنسميها الكعب، المصريين يقولوا عليها كده، لكن هي اسمها العقب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابة تعجلوا وغسلوا أقدامهم في الوضوء دون أن يسبغوا القدم بالماء، فكان بين أثر في الكعب في العقب ما وصلوش الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، فدل على الناس ما العقب. يبقى الكعبين كل رجل فيها كعبين، الخف اللي انت هتمسح عليه يجب انه يكون واصل لحد الكعبين مغطيهم، والتغطية تكون من الجوانب ومن أسفل، ولا يشترط انها تحول بين رؤية البشرة بخلاف ستر العورة. ستر العورة يشترط أن يحول بين رؤية لون البشرة في الصلاة، لأنك لو لبست ثوب شفاف وبانت لون البشرة أسفل منه لا يجوز الصلاة فيه، لكن لو لبست خف شفاف بشروطه يجوز المسح عليه طالما بشروطه، لأن القدم ليست بعورة. يعني لو عملت خف بلاستيك شفاف
يتحمل تتابع الخطى ولبسته على طهارة ولا ينفذ الماء، وتبقى شايف صوابعك ورجلك من جواه، يجوز تمسح عليه ما فيهاش مشكلة. لكن ما ينفعش تلبس ثوب شفاف وتصلي بيه لأنه لا يستر العورة. إذا كان لأنه لا ينفذ الماء، بس ما فيهوش بقية الشروط، إن هو يتحمل تتابع الخطى، لو مشيت بيه خطوتين يتقطع. بيقول يعني الجوانتي الطبي ده، الجلد ده، ينفع أمسح عليه؟ يمسح، ينفع لتوفر شرط فيه، وما ينفعش لأن باقي الشروط مش متوفرة. يبقى ما ينفعش، لأن الشروط لازم كلها تتوفر، لازم تتوفر الشروط كلها. أولا يكون طاهر لا ينفذ الماء، يتحمل تتابع الخطى، ويكون مغطي محل الفرد وليس فيه نجاسة. الشروط دي تتوفر في أي خف بقى، يبقى يجوز أنك أنت تمسح عليه. وقلنا أن التغطية يجب أن تكون من أسفل للجوانب، يعني لو كان الخف واسع الرقبة، لو رقبة الخف واسعة بحيث رجلك باينة من فوق ما يضرش، بخلاف ثوب في الصلاة، عورة الصلاة يجب أن تكون مستورة من أعلى والجوانب ولا يضر من أسفل. يعني لو واحد بص عليك من أسفل الجلابية ممكن يشوف عورتك، لكن تصلي بيه لأن هي سترة من أعلى ومن الجوانب. يبقى عورة الصلاة تستر من أعلى ومن الجوانب ولا يضر من الأسفل، والخف يستر من أسفل ومن الجوانب ولا يضر من أعلى. فهمت الفروقات؟ فتاخد بالك من الذي الأشياء. احنا النهاردة هنتكلم على الشرط الباقي هذا، اللي هو أن يكون أي الخفان ساترين، ونحاول نكمل بقية الشروط ونقف على مدة المسح. يعني موضوع الخفين هياخد المسح على الخفين حوالي 3 جلسات، كل جلسة لو اديناها راحتها تاخد ساعتين، يعني المفروض ياخد 6 ساعات، ده المسح على الخفين. لكن احنا هنحاول نختصر ونخليها في 3 جلسات، كل جلسة ساعة. خلصنا ساعة المرة الجاية، والنهاردة ساعة، والمرة الجاية ساعة، وربنا يعيننا بعد كده هنخش في التيمم نجاهد فيه شهر أو شهرين، لأنه باب طويل وله تفاصيل كثيرة. وطولة العمر تبلغ الأمر إن شاء الله. هو علوم الدين مبناها أساسا إنك أنت تتعلمها بدقة بلا عجل، مبنى علوم الدين كده. ليه؟ علشان تصير عالم، تعرف الفرق بين الأمور الدقيقة، وتعرف الفرق بين المتشابهات، وتعرف ازاي تتصرف في الأحوال المختلفة. مش كلمتين وتجري، هتفضل طول عمرك تتوضى زي ما اتعلمت الوضوء من الأبلة اللي في الحضانة اللي علمته لك وانت كنت في الحضانة؟ يعني عيب اما تبقى راجل كده كبرت وشبت ولسه بتتوضى بنفس طريقة الحضانة. يعني لازم بقى تتعامل مع الله بقى معاملة تانية فيها نوع من العمق. احنا شفنا بعض الزملاء يمكن سنه وصل ل50 ولا يعلم من الوضوء معلومات الا المعلومات اللي يسمعها هو في ابتدائي، ما حاولش يزود عن كده، وبيصلوا لما بلغ ال50 وال60 من عمره بمعلومات الابتدائي اللي قالتها له الابله في سنه اولى ابتدائي. ما ينفعش، ما يليقش. لكنه تجده مثلا في معلومات الكوره متبحر، يعني عارف مثلا الماتش الفلاني والجون ده يشبه الجون العلاني اللي في سنه كذا اللي فلان ده، حاجات عجيبه حافظها ويتعجب من ان احنا حافظين الاسانيد، مع ان حفظ الاسانيد اسهل. فالواحد لازم علوم الدين تاخدها كده بتؤدة، لان ان هذا الدين متين فاول فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا قطع. ويكفيك شرفا انك انت لو مت وانت في هذا الطريق بتاخد ثواب الشهيد. فانت مستعجل ليه؟ قاعدين اهو عايشين، نخلص بقى في شهر، في 2 في 3، اديك انت واخد ثواب الشهيد. وبعدين وانت جاي من بيتك يقول الملك يدعي لك: طبت وطاب منشاك وتبوأت من الجنة منزل. يعني عايز بعد كده رحمة؟ مفيش رحمات بعد كده، بس المهم فين النفس؟ ربنا يجيب الهمة. كانوا زمان زي ما بقول لك حشية البيجوري دي في الازهر يدرسوها في 11 سنة، يخلصوها في 11 سنة في الازهر. شيخ العمود يقعد يقرا سطر 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 ويقعد يوضحه، ياخد 11 سنة، وبعد ال 11 سنة يرجع يقرا من اول وجديد، وهكذا يفضل كده طول عمره
مسؤول عن حشية البيجوري بس، كل ما يخلصها يرجع يجيبها تاني. فعلشان كده كان الأزهر بيطلع علماء، إنما الوقت الدراسة في الأزهر زي الدراسة في سائر الكليات، يقول لك ده محذوف وده مش مهم، وأكد على السؤال ده ويصور له كلمتين وياخد الشهادة، والشهادات بقت عنوان الجهل. دلوقتي الشهادات عنوان الجهل، دي حقيقة. فنسأل الله السلامة. فبيقول أن يكون أي الخفان ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين بكعبيهما، فلو كان دون الكعبين كالمداس لم يكفي المسح عليهما. والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية، وأن يكون الستر من جوانب الخفين لا من أعلاهما. ده الشرط، ده قريناه كده بالمتن والشرح. نقرأ بقى كلام الشيخ البيجوري اللي هو المحشي، اللي هو بيحشي على الكلام ده، يعني ايه بيفتحه اكتر. قوله ان يكون، لا يخفى ان الالف يكون، الف التثنية دي ضمير، مش بتكلم على الخفين. لا يخفى ان الالف ضمير عائد على الخفين، يعني الالف دي اسم مش حرف. الالف دي وان كانت هي حرف في النطق الا انها اسم، لانها ضمير، والضمائر اسماء كده برضو من الأسماء. لا يخفى أن الألف ضمير عائد على الخفين في محل رفع، على أنه اسم يكون، مش بيقول يكون، يكون دي من يعني كان بس في المضارع، وكان دي بتحتاج إيه؟ اسم وخبر. فاسمها هو إيه؟ الضمير ده اللي هو ضمير المثنى اللي يعود على الخفين. فلذلك فسره الشارح بالخفين، قال أي الخفان، الخفان، شوف الخفان المثنى بيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، مش المثنى كده؟ الألف بتبقى حركة يعني بالنيابة نائبة عن الضمة في الاسم المفرد. طب والنون نائب عن التنوين في الاسم المفرد. تقول خفان، انت تقول خفن، خف في نون تنوين اهي، لما يبقى مثنى تحط نون برضه نائبه عن نون التنوين في المفرد، والالف بالنيابه عن الضمه، والياء بالنيابه عن الفتحه والكسر. لكن فالشيخ قال ايه؟ الشارح قال اي الخفان. فالشيخ ابراهيم البيجوري مش عاجبه ان في بعض النسخ مكتوبه اي الخفين. طب ليه كسرها او فتح؟ ده المفروض ان هي اسم يكون، فيقول اي الخفان. فهمت ازاي؟ عشان بيعرفك انك انت لازم تبقى عندك دقة، وان كان المعنى مش هيفرق عند ايه اللي بياخد العلم السريع، لكن يفرق عند اللي عنده علم دقيق. لكن وجد فيه نسختان، الاولى اي الخفان وهي ظاهرة، يعني ظاهرة واضحة انها تبقى كده، والثانية أي الخفين وهي غير ظاهرة، لأنه يلزم عليها تفسير الضمير الذي هو في محل رفع بالمنصوب ولا وجه له في الإعراب، يبقى ده خطأ. كويس. قوله ساترين أي بحيث يمنعان نفوذ الماء لو صب عليهما من غير محل الخرز، فلا يجزي منسوب، لا يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز لو صب عليه. يبقى انت كده عرفت من كلام الشيخ ان الشراب بتاعنا ده المنسوج ده لا يجوز المسح عليه عند مذهب الشافعية، لانه منسوج، ولانه لا يمنع نفوذ الماء عند صب الماء عليه. كويس. يبقى انت فهمت من عبارة الشيخ هذا، فما تجيش بقى تسأل هل يجوز يا فضيلة الشيخ امسح على الشراب ولا لا؟ في الشافعية لا يجوز. طب ليه؟ لأنه منسوج لا يمنع نفوذ الماء عند صبه عليه ولا يتحمل تتابع الخطى. كويس؟ بالشروط اللي وضعوه. طب هل يجوز المسح عليه عند أي مذهب من مذاهب المسلمين؟ قلنا يجوز عند وجه عند الحنابلة، أجازوا ذلك. ورجحه السيد عبد الله الصديق الغماري الحسني شيخي من حيث الدليل عنده،
لأنه كان مجتهد. لكن احنا بندرس مذهب السادة الشافعي، ووافقهم فيه المالكية، ووافقهم فيه الأحناف، ووافقهم فيه الحنابلة في الوجه الراجح عندهم المشهور على المذهب بالفتوى. سهلة. فبيقول بحيث يمنعان نفوذ الماء لو صب عليهما من غير محل الخرز. لكن انت عارف الخرز ده يعني بيبقى متخيط، فالخيوط دي الإبرة بتبقى سايبة خروم، فلو نفذ الماء من الخروم دي ما يضرش، خدت بالك؟ لكن المهم قماشه نفسه ما ينفذش الماء، لكن لو نفذ الماء من محل الخرز، لأن دي ضرورة والخرز ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. واضح؟ الضرورة تقدر بقدرها. ده هو ما قالش الفلي، ما قالش الفلي، هو قال الشراب بتاعنا المعتاد ده ممكن المسح عليه، رأيه كده. الحنابلة في الرأي المرجوح عندهم قالوا لو رقيق شفاف مخرق. بس احنا عندنا الخروج من الخلاف مستحب، ومراعاة الخلاف واجب. فلا يجزي، يعني فلا يجزئ، فلا يجزئ. منسوج لا يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز لو صب عليه. طب ليه اشترطوا الشرط ده؟ لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع النفوذ، فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخص فلا يكفي ما عداها. لأن القاعدة عندنا أن الرخص لا يقاس عليه، الرخص لا تقاس عليها، لأن الرخص أصلا جاية على خلاف الدليل لعذر. الرخصة أصلا جاية على خلاف الدليل لعذر، ده تعريف الرخصة، مش كده برضه؟ فإذا كانت هي على خلاف الدليل لعذر، يبقى ما قسش عليها. أخليها كده بس، لأن دي هدية من الله. فما أقدرش أقيس عليها بقى كل حاجة، ليه؟ لأنها أصلا رخصة، مش عزيمة. واضح؟ غسل الفرد أي غسل لمحل غسل الفرد، ساترين لمحل غسل الفرد، غسل هو الفرد. غسل الفرد يعني يقصد ايه؟ يعني ان الاضافة هنا اضافة بيانية، غسل الفرد، غسل مضاف والفرد مضاف اليه، الاضافة هنا اضافة بيانية، بيبين غسل ايه؟ الغسل المفروض. لان قد يكون من السنة ان الانسان يغسل اقدامه الى نصف ساقه، من باب إطالة الغرة والتحجيل، مش كده برضو؟ لكن هو هنا بيقول لك الغسل اللي هو المفروض مش المسنون، يعني يكفي بس في الحد الكعبي، مش انها تبقى لنصف الساق. غسل هو الفرد فالإضافة بيانية، وقول من القدمين بيان لمحل غسل الفرد، ولما كان في بيان المصنف قصور لأن الكعبين لم يدخل في القدمين مع أنهما من محل غسل الفرد، كمله الشارح بقوله بكعبيهما، فالشارح زود كلمة بكعبيهما علشان هو قال غسل القدمين اللي هي محل الفرد، فقال بكعبيهما عشان يأكد. فالباء بمعنى مع، أي مع كعبيهما، بكعبيهما أي مع كعبيهما، فأشار إلى أن في العبارة حذفا. طيب لو كان بقى الخفين دول دون الكعبين، زي عارف انت الجزمة كده اللي بيلبسوها بتوع الباليه، بتبقى نازلة خالص لتحت كده، ومعظم في أحذية كثيرة نادرا ما تلاقي حذاء يعني بيبقى مغطي الكعبين إلا إذا كان برقبة أصلا، فمعظم الأحذية يسموها المداس، حتى في الأرياف لحد دلوقتي يقولوها بالفتح الميم، يقول لك مداس، هات المداس. المداس يعني على قد ما تدوس بس عليه كده، ويبقى يدوب حاجة كده مغطية وش الرجل وخلاص، لكن مش مغطية الكعبين. فلو كان دون الكعبين تفريع على مفهوم الشرط، الشرط قال ايه؟ ان يكون ايه؟ يغطيان محل ساترين لمحل غسل الفرد، مش كده برضو؟ تفريع على مفهوم الشرط،
وكذا لو كان به تخرج في محل الفرد. طب افرض مخرق في محل الفرد، يعني انا لابس الخف والخف مقطوع في محل الفرد، مبين صباع، مبين ظهر الرجل، مبين باطن القدم، لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، خلاص لو كان مخرقا في محل الفرد. لكن افرض هو رقبته طويله قوي والتخريق في اللي على الساق ما يضرش، لانه ده مش محل الفرد. كذا وكذا لو كان به تخرق في محل الفرد، ولو تخرقت البطانه او الظهاره، ساعات يبقى الخف عباره عن طبقتين، بطانه وظهاره، مش كده برضه؟ فان كان الباقي صفيقا، لو تخرقت البطانة أو الزهارة لكن الباقي السليم ده صفيق، يعني يتحمل تتابع الخطى ولا ينفذ الماء، يبقى يجوز المسح عليه بالرغم تقطع إيه؟ البطانة أو الزهارة، لم يضر. طب افرض ما كانش صفيق، أنا مبطنه بقماش منسوج واتقطع الجلد اللي هو إيه؟ لا ينفذ، فبقى يضر لأنه الجزء المنسوج ده هينفذ الماء. وإلا ضر، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر. لو اتخرق من حتة والبطانة بتاعته قوية، واتخرق من حتة تانية والبطانة اتخرقت من حتة بعيدة عن الزهارة، ما يضرش لأنها في مكانين مختلفين طالما لا تنفذ الماء وتتحمل. قولك المداس بكسر الميم كما ضبطه الرملي في شرحه، فإن المداش يستر العقب والقدم دون الكعبين، اللي هو إيه؟ البروزان الناتئان عند نهاية الساق وبداية الكعب القدم. الخرق اللي يضر اللي هو ما يكون مبين القدم محل الفرق، تشوفه بعينك، تشوفه بعينك كويس، او يؤدي الى وصول الماء الى القدم لو صبته عليه، طالما الخرق ده في غير محل الخرز، واخد بالك؟ بس هو ده اللي يضر. لم يكفي المسح عليهما، اي اللذين دون الكعب الكعبين، وفي نسخه لم يكفي المسح عليه اي المداس، والاولى اقعد، يعني الأولى إن هو يقول عليهما أحسن بدل ما يقول إيه عليه. والأولى اللي هي النسخة الأولى اللي هي بتقول عليهما، يعني أقعد يعني ماشي مع القواعد، إن هو بيتكلم على مثنى فماشي يقول عليهما، ما يقولش إيه كالمداس لا يكفي المسح عليه، خدت بالك؟ هو بيتكلم على اتنين من الأول، فيقول لك عليهما كان أول. والمراد بالشاتر هنا أي في الخف، وقيد الشارح بذلك احترازا عن الساتر في العورة. الساتر في العورة بقى، فإن المراد به فيها في العورة مانع الرؤية للحائل فقط، وإن لم يمنع الرؤية، فإن المراد به فيها مانع الرؤية في العورة للحائل فقط وإن لم يمنع الرؤية. يعني لو حطينا غطينا العورة بشيء يشف، هذا الشيء اسمه حائل، لو ما منعش الرؤية لا يجوز الصلاة بيه، لازم يمنع الرؤية. والرؤية حدها انك انت ما تعرفش لون الجلد اللي تحتيه، ما تعرفش ده جلد ابيض ولا اسمر ولا ايه. وعشان كده الشافعية عندهم عند فقد الثوب وعايز تصلي تعمل ايه؟ تطين العورة، يعني تجيب طين كده وتحطه على العورة لحد ما تبقى العورة مش مبين موضع الايه جلدك ما يبقاش باين خلاص، وتصلي على كده طالما ما عندكش ثوب. وبعض العلماء قالوا يحفر حفر ويقف فيها ويصلي من قيام وما يسجدش إماء، كل ده لو فقد ثيابه تماما، حبسوه بلبوس مثلا في حته، ما بيعملوا كده في سجن مش عارف ايه ابو غريب، مش جابوا لك صور مساجين مسلمين معرينهم شغل استفزاز، حسبنا الله ونعم الوكيل، راح يعملوا ايه؟
فممكن الانسان يتعرض لمثل هذه الاشياء، ما تتعجبش، يعني ممكن الانسان يتعرض لمثل هذه الاشياء. عكس ساتر العورة، فالساتر هنا عكس ساتر العورة، لأن القصد هنا منع نفوذ الماء مش شرط الرؤية في الايه في الخف. وثم هناك يعني في العورة منع الرؤية الشرط في العورة، ثم يعني هناك، ثم دي ايه اسم ده ظرف يسموه ظرف، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فده ظرف مبني على الفتح يعني هناك يعني. وثم منع الرؤية، ثم يعني هناك في باب العورة الشرط منع الرؤية، ولذلك كفى الشفاف هنا لا هناك، كفى الشفاف هنا أي في باب الخف لا هناك أي في باب ستر العورة. الحائل أي ما يحول بين الماء وبين الرجل بحيث يمنع نفوذ الماء لو صب عليه من غير محل الخرز ولو من زجاج، يعني يقول حتى ولو كان من زجاج شفاف ومبين رجليك ما يضرش طالما يمنع، بس بشرط يبقى من زجاج ويمكن تتابع الخطى عليه. لو كان من زجاج ويمكن تتابع الخطى عليه واستر محل الفرد وادخلتهما طاهرتين وطاهر الزجاج ده خلاص امسح عليه. هما ما كانوش يعرفوا البلاستيك ايامهم، يعني الشيخ من 200 سنة و50 تقريبا ما كانش عنده غير الحاجة الشفافة اللي يعرفها هي الزجاج، فبيقول حسب ما يعرف. دلوقتي بقت في حاجات كتيرة شفافة طبعا طبعا، مش انت بتغسل الى الكعبين؟ طيب ما هما محل الفرق. وارجلكم الى الكعبين والى بمعنى معا ولو من زجاج إن أمكن تتابع المشي عليه. وقول لا مانع الرؤية أي فلا يشترط أن يكون مانع الرؤية، فيكفي الزجاج حيث أمكن تتابع المشي عليه كما علمت، وأن يكون الستر أي والمراد أن يكون الستر اللي هو ستر القدم يعني من جوانب الخفين أي بالمعنى الشامل لأسفلهما وعقبهما، فالمراد بالجوانب ما قابل الأعلى بدليل قوله لا من أعلاهما. فلو رؤي القدم من أعلى الخف بأن كان واسع الرأس لم يضر، عكس ستر العورة فإنه يكون من أعلى وجوانب لا من أسفل، فلو رؤيت عورته من ذيله لم يضر، لأن القميص مثلا يتخذ في ستر العورة لستر أعلى البدن وجوانبه، والخف يتخذ لستر أسفل الرجل وجوانبه. كلام واضح؟ ها؟ أي جوانبه وجوانبه، والخف يتخذ لستر أسفل الرجل وجوانبه. ها؟ ما هي الرجل تنفع فيها التذكير والتأنيث، هذه رجل وهذا رجل تنفع فيه. قوله وأن يكون أي الخفان، وسكت عنه الشارح لعلمه من سابق. الشرط الثالث وأن يكون مما يمكن تتبع المشي عليهم، يبقى الشرط الأولاني أنه يدخل رجليه فيهما طاهرتين، الشرط الأول. الشرط الثاني أن ألا ينفذ أن يكون ساترين لمحل الفرد اللي هو المغسول، والشرط الثالث وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال، ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء ويشترط أيضا طهارتهما. فبيقول هنا وأن يكون أي الخفان وسكت عنه الشارح لعلمه من سابقه، مما يمكن تتابع المشي أي مما يسهل توالي المشي، فالمراد بإمكان ذلك سهولته وإن لم يوجد، يعني افرض واحد مسلول ما بيمشيش، يعني مش شرط يبقى فيه المشي، لكن لو وجد المشي يتحمل تتابعه، خدت بالك؟ يعني مش شرط يبقى لازم يبقى فيه مشي، وإن لم يوجد يعني المشي اللي هو تتابع الخطى نفسه
بالفعل، بل وإن كان لابس الخفين مقعدا، مقعدا يعني ما بيمشيش، أو ليس المراد به جوازه مقعدا، وليس المراد به جوازه ولو على بعد، بحيث يكون مستبعد الحصول، وليس المراد جواز المراد به يعني بالتتابع هنا جوازه ولو على بعد بحيث يكون مستبعد الحصول، يعني ولو حتى ان هو ممكن يتابع الخطى ولو هذا الامر مستبعد الحصول برضه ده مش مراد. المهم انه حاله هيئته انك لو حبيت تمشي بيه ممكن تمشي بيه، ادي المعنى. والتتابع بمعنى التوالي عادة في المواضع التي يغلب المشي في مثلها بخلاف الوعرة، وعلشان نقول تتابع الخطى في الأماكن الايه الممهدة، مش الوعرة وفيها صخور وتقطعوا، يعني العبرة بالطريق المعتاد الممهد يعني. التي يغلب المشي في مثلها بخلاف الوعرة أو الصعبة لكثرة الحجارة ونحوها، فخرج ما يعصر فيه ذلك لثقل أو تحديد رأس أو خشبة، يعني اللي هو يمكن تتابع المشي، لما قال يمكن تتابع المشي خرج اللي هو ما يعصر فيه التتابع لثقل او تحديد رأس، او يكون ضيق الرأس فما يعرفش يمشي بيه، او خشبة يكون مش ما يعني ما فيهوش لين فما يعرفش يمشي بيه يبقى ما ينفعش، او سعة او ضيق او واسع او لدرجة تيجي يمشي يلاقيه بيلق منه ويتشلت منه فيبان محل الفرق، أو ضيق أول درجة يمشي يعجرج بيه، كل ده خرجه ليه؟ بكلمة تتابع المشي عليهما يعني بيسر. فلا يصح المسح عليه، نعم إن اتسع الضيق عن قرب أو ضاق الواسع كذلك لم يضر. ساعات تلبس الخف في الأول لسه جديد، تلاقيه ضيق تمشي بيه شوية يتسع ما يضرش طالما اتسع عن قرب. وأحيانا تلبسه تلاقيه واسع فتروح عامل له تخشينه وتلاقيه ابتدى يمسك نفسه كويس ما يضرش طالما ايه اتظبط عن قرب خلاص. ها؟ يعمل ما يجراش حاجه. سوسته زراير كله يمشي. اي وسيله تمشي. رباط يمشي. رباط وغرز كده ما يجرش ما يجراش حاجه. بس بشرط ان ما يبقاش الخرم بتاع الرباط واسع لدرجة يبين الجلد بتاع الرجل، وإلا البس شراب خفيف واعتبر ان الشراب الخفيف ده البطانة الداخلية للخف عشان يمنع رؤية محل الفرق، واخد بالك؟ ما هو هيمسح على الخف بقى الخارجي ويعتبر ان الشراب اللي جوه ده بطانة، واخد بالك ازاي؟ والخف ده زهارة، ما هو مش هيمسح على البطانة. يمسح على الزهارة، واخد بالك؟ بس افرض انت بطن لك الخف بتاعك الجلد ده بحتة قماش، ما هو ينفع تمسح عليه؟ ما يدورش منسوج ما يدورش. يجوز المسح عليه ده بس يصلي بيه، مش يمسح عليه ويروح قلعه ويجي يصلي، يعني اللي هو بيسموه ايه كوزلك بدم الكاف كوزلك. واحنا وتسميه بيادة برضه. طيب بس يصلي بيها بقى، يمسح ويصلي بيها وما تكونش طاهرة، وتكون طاهرة ما تكونش نجسة، يعني تتوفر فيها بقية الشروط بقى، واخد بالك؟ مش يبقى عليها بقع الدم قد كده بقى وتقول لي يصلي بيها ويمسح، وبعدين يصلي بيها في جامع مش مفروش، مش يخش لنا على المكت كده بالكزلك ويقول لك هصلي بيه، صح؟ نعمل خناقه معاه بقى، نقول له صلي على باب الجامع. يبقى لكن هيصلي في الجنينه في المحل بتاعه في المجزر الآلي ما يضرش، جراح هيصلي في محل جراحته في اوضه العمليات بتاعه وهو لابس اللبس ده برضه ساعات ما يضرش، لكن هينزل الجامع بقى لا. الجامع ليه هيئته، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فما يجيلكش بقى بنجاسه المهنه ويقول لك ما دي معفو عنها، معفو عنها هناك في بيتكم، تقول له كده معفو عنها في بيتكم هناك في شغلك مش عندنا هنا.
بس ساعات يبقى في جزار جنب الجامع ويجي لك بالثوب ويقول لك ما هو يجوز نجاسة المهنة. يا عم نجاسة المهنة تروح في المحل بتاعه يعني، مش في الجامع. خدت بالك؟ عايز يصلي في الجامع يعمل ثوبين، يقلع الثوب ده اللي عليه آثار الشغل بتاعه ويلبس ثوب نضيف يجي يصلي معانا لو عايز يعمل كده. أيوة اتفضل. المسألة دي بتقرأ كتير الإخوان مثلا بيشتغلوا في النقاشة والحاجات دي. ما هي دي طهارة، طهرة النقاشة دي طهرة. طهرة توسخ ال يلبس يعني عشان بيوسخ الجامع أحسن ما فيش عشان ما عشان دي قضاء. صح عندك حق. يبقى برضه يعمل له ثوب تاني يصلي بيه. يا إما يصلي في موضع عملي. ما يدورش. لما مسح بعد ما مسح اتقطعت فبقت قدامه الزهارة، لا ما ينفعش لأنه صار غير صالح. البطانة أو الزهارة، افرض إن الزهارة مهمة إن تخلي البطانة قوية تمنع نفوذ الماء، بحيث إن لو البطانة اتقطعت ينفذ الماء أو الزهارة اتقطعت ينفذ الماء، فأصبحوا الاثنين مهمين لبعض ما يستغنوش عن بعض. ما هو برضه ما ينفعش يمسى عليه ده على مذهبنا. ها؟ ما احنا قلنا لك دي مواضع الخرز دي مستثناه، بس بشرط ان ما تبقاش واسعه تبين لون الجلد الرجل. خدت بالك بس من الجوانب. ولو صبيت ماء هينفذ في غير مواضع الخرز يبقى لا يجوز المسح عليه. ما لسه قارين، مش لسه قارينها، ما هو الراجل قايل لسه. مش قال لك لو صبيت الماء ينفذه في غير مواضع الخرز لا يجزئ المسح عليه؟ صح. طب خلاص الاجابه واضحه. يشترط انه يبقى يمكن تتابع الخطوه دي. ما ينفعش يمسع عليه لانه اصلا دي رخصة للتيسير عليك، ما تقلعوش. لكن انت لابسه عشان ما تعرفش تمشي بيه. طب ما تقلعه بقى وتوضى يا اخي. يعني انت لابسه ومش عارف تمشي بيه، طب هتمسع عليه ليه؟ هو اصلا جاءت رخصة ليك علشان انت ما تفضلش تقلعه وتلبسه كل شوية عشان بتقضي مصالحك. فهمت ازاي؟ لكن ده ما بتقدرش تقضي من مصالحك. انت بتلبسه من هنا وتقول لهم شيلوني، ما مش عارف تمشي بيه خطوة واحدة. ايوه. انتقد الوضوء بايه؟ مش كله. ينتقد الوضوء بخلل الخف، ولكن يكفي غسل الرجل ما لم يخرج منك اي ايه ناقض للوضوء اخر. يعني انا مسحت على الخف فانا ماشي، الخف كان واسع، اتسلت مني رجلي طلعت منه، يبقى اروح غسل الرجل دي واقلع الرجل الثانيه واغسلها واصلي. ليه؟ على بناء على ان الموالاه في الوضوء عندنا سنه وليست فرض. عند الشافعيه الموالاه في الوضوء اللي هي الاعضاء تبقى ورا بعضها سنه وليست فرض، خلافا لايه؟ للمالكيه. والمراد امكان ذلك، يعني امكان تتابع بلا مداس، والا فاقل شيء يكفي مع المداس. يعني اقل تتابع، يعني التتابع ممكن يبقى مع المداس، لكن برضه المداس ما ينفعش. يعني ما ينفعش يقول تتابع الخطى يتحمل تتابع الخطى مع المداس، وانا حطيت رجلي بالخف وحطه في مداس، ما ده ما ينفعش ان انا امسع عليه طالما استعنت بالمداس. واخد بالك ازاي؟ قوله عليهما اي فيهما، لان المشي فيهما لا عليهما، فعلى بمعنى في. قال المحشي ولو أبدل المصنف عليهما بعليه لكان أولى وأوضح، أي لأن الضمير عائد على ما لا على ما لا على الخف. بيقول بحيث وأن يكون، خد بالك بقى الحتة اللغوية جميلة دي، حتة أن يكون مما يمكن تتابع المشي. هقول عليه بقى، ما هو عليه هنا تعود على ما، ما الموصولة مش كده برضو؟
وعشان كده كان بيقول لأن الضمير عائد على ما لا على الخفين، فكان حقه يقول عليه. ويمكن تفسير ما هنا بالمثنى، ليها وجه بقى بأن يقال من اللذين يمكن تتابع المشي عليهما، لأن ما دي اسم موصول مبهم ينفع للجماعة ويمكن للمفرد وينفع للمثنى وينفع لكل. واللاز دول ما في السماوات وما في الأرض من دابة، مش كده برضه؟ والملائكة وهم لا يستكبرون. لتردد مسافر في حوائجه، يعني يمكن تتابع المشي عليهما فين؟ لو كان المسافر بيحتاج يتردد لما يحط الترحال بتاعته حاجته وينزل مثلا يروح مكان استراحة كافيتيريا يشرب شاي ولا يشرب حاجة ويرجع تاني يروح راكب العربية بتاعته، يعني بيخط شوية خطوات كده يروح يجدد وضوءه، دورة المية يقولوا له هناك هنا على بعد 20 متر، يقوم يمشي ويرجع تاني، يبقى يتحمل الحكاية دي، يتحمل هذا الترداد يعني. طيب يتحمل هذا الترداد يوم وليلة يعني، ولا يتحمله 3 ليالي؟ لأن المسافر ساعات يمسح 3 ليالي في المدة، ولا يكفي يوم وليلة بحيث لو قعد 3 ليالي يعمل كده كان يتقطع، لكن يوم وليلة يتحمل؟ هيقول لك بقى هنا قوله لتردد مسافر في حوائجه متعلق بالمشي، وأفاد ذلك أنه يعتبر تردد المسافر في حوائجه ولو بالنسبة للمقيم، ولو بالنسبة للمقيم، لكن يعتبر في حق المقيم تردد المسافر في حوائجه يوما وليلة على المعتمد. إذا كان للمقيم يبقى المعتمد فيه بلا خلاف يتحمل تردد يوم وليلة. طبعا انت ما بتقعدش ماشي يوم وليلة عليه، ما هو ما فيش خف هيتحمل كده، لكن انت مثلا لما تبقى مسافر يوم وليلة بتاخد لك استراحة 3 4 مرات، كل استراحة بتنزل تمشي خطوتين تجدد وضوء، خطوتين تقعد تشرب شاي وترجع، يعني ادي المعنى يعني، مش تمشي عليه يوم وليلة. في ناس قروا الكتاب يقولك ازاي في خف يستحمل افضل ماشي عليه يوم وليلة؟ ما فيش طبعا، هو ما يقصدش تمشي عليه يوم وليلة. انت في يوم وليلة بتاخد استراحة كم مرة؟ في استراحتك دي بتنزل من على الركوبة بتاعتك، فبتمشي، بتمشي تروح الحمام تتوضى تشرب حاجة تنام شوية وترجع تركب ركوبتك تاني، الخطوات دي بس هو عايزها يتحمل هذه الخطوات بس. لأن تردد المقيم في حوائجه وفي حق المسافر تردده في حوائجه 3 أيام بلياليها، فإن كفى دونها كيوم وليلة صح المسح عليه فيهما، ولو كفى دون يوم وليلة لم يصح المسح عليه. لو كفى تردد مرة واحدة بس كده ويتقطع يبقى ده ما ينفعش تمسح عليه من بابها من الأول، يعني أقل من إيه؟ من يوم وليل، لأنه خلاف المتبادر من لفظ الخف الوارد في النصوص. المسافر اللي هيمسح 3 ليالي هل يشترط الخف بتاعه يتحمل التردد 3 ليالي؟ قال لك لا، كفاية انه يتحمل تردد بتاع يوم وليلة برضه، واخد بالك؟ يبقى صح المسح عليه فيهما. ولو كفى، طب ما يتحملش يوم دون يوم ولا يعني ما يتحملش يوم وليلة، يبقى ده ما ينفعش. المعتاد متروك للعرف، متروك للعرف. انت بتركن العربية جنب الكافيتيريا، بتنزل تخطي خطوتين تروح تشرب الشاي وتروح دورة المية، جدد وضوءك يقول لك الجامع اهو، تروح مصلي وبعدين تروح تاني راكب عربيتك، يتحمل الحبة دول وتفضل مسافر كده يوم وليلة وهتنزل 4 5 مرات، يبقى ده ينفع تمسح عليه. ما يتحملش الحاجات دي يبقى ما تنفعش تمسح عليه، خدت بالك؟ هما كان العرب زمان بتمشي على الخف، بيعتبر الخف ده هو ده المداس بتاعه اللي بيمشي بيه، ويركب على حصانه، يركب على الجمل، واخد بالك ازاي؟ ويدوب اما ينخ الجمل ينزله يروح نازل ماشي خطوتين كده يشرب حاجه يقضي حاجته ويرجع تاني يركب ويمشي. ادي معنى تتابع الخطى المفهوم. ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين
وجه الأخذ أن اللذين يمكن تتابع المشي عليهما يلزم أن يكون قويين، فهذا علم من كلامه التزاما، لازم الكلام يعني، لازم الكلام اللي هو ما يفهمش بالإيه بالمنطوق ده يفهم بالمفهوم. زي ما أقول لك مثلا إن الكوباية دي فيها نعناع، يبقى لازم الكلام ان ما فيهاش شاي، مش كده برضه بالمفهوم بقى؟ مش معقول اقول لك الكوبايه دي فيها نعناع تقول لي الله اديني شفطر انا عايز شاي، ازاي ما هو ده نعناع، فاهم؟ يبقى في لازم الكلام اللي هو بيفهم من ما مش من المنطوق بالمفهوم، يلزم منه كذا. لما اقول لك مثلا النضاره دي بعشرين جنيه يبقى يلزم انها بعشرة زائد عشرة او باربع خمسات، فهمت ازاي؟ وانها مش بواحد وعشرين، وانها بالجنيه المصري، لان العرف المعتاد كده، لاننا قاعدين في مصر وبنتكلم بالمصري، ما تقوليش بقى جنيه استرليني، فهمت ازاي؟ كل ده مع ان انا ما قلتش ده كله، لكن انت بقى كلك مفهومية، طالما انت كلك مفهومية يبقى خلاص. ولا تقل لهم اوف، ده المفهوم، المفهوم اصل في دلالة التزام، واخد بالك؟ دلالة الالتزام بتبقى نوع من المفهوم. وقوله بحيث يمنعان، ده باب اسمه الدلالة، باب الدلالة ده في الاصول، ليه في باب كده اسمه باب الدلالة، دلالة اللفظ، واخد بالك؟ زي في دلالة التزام ودلالة تضمين، واخد بالك؟ وقوله بحيث يمنعان نفوذ الماء بيان لضابط كونهما قويين، والمراد نفوذ ماء الصب لماء المسح عن قرب لا عن بعد. افهم كلام الشيخ، والمراد نفوذ ماء الصب لماء المسح. ماء الصب اقوى، لما صب كده ميه يبقى يشترط عدم نفوذ الماء لو صبيت، لان لو كنت قلت لك عدم نفوذ الماء اصل المسح يبقى يفرض انه ينفذ بالصب، فهمت ازاي؟ وانت فاهم ان نفوذ الماء بالمسح بس المسح اخف، هو لا، يقول لك لا، بحيث ان يكونوا يمنعوا نفوذ الماء في الحاله القويه اللي هي الصب، مش يمنعوا نفوذ الماء حال المسح، لا ده حال الصب، مع ان انت هتمسح عليهم، بس ايه حد عدم النفوذ انه يبقوا يمنعوا النفوذ حال صب الماء، وعن قرب مش عن بعد. يعني ايه عن قرب مش عن بعد؟ يعني بحيث ان انا لو صبيت الميه قريب قوي على طول ينفذ الماء، فهمت ازاي؟ لكن لو صبيت الميه عليه ما نفذش الماء، لكن بعد نص ساعه نفذ، ينفع امسح عليه، فهمت ازاي؟ طالما هينفذ ببطء شديد كانه منع النفوذ، لكن ينفذ بسرعه يبقى ما ينفعش. ادي معنى عن قرب لا عن بعد. يفهم كلام الشيخ؟ قرب زمن او قرب لمس، يعني صب الماء عليه، مسافة زمنية. يعني هل مجرد ما صبيت كده نفذ؟ يبقى ده عن قرب، يبقى ده ما ينفعش. صبيت كده وبعد نص ساعة حسيت بالرطوبة يدوب دخلت جوه رجلي، ده ينفع امسح عليه؟ يعتبر لا ينفذ. واضح؟ والمراد نفوذ ماء الصب لا ماء المسح، افهم كلام الشيخ، عن قرب لا عن بعد. وضحت؟ سهله، مش فوازير. في ناس لما تقرا الحاجات دي من غير شيخ يفتكر انه فوازير، يقول لك لا يا عم بلاش تقرا في كتب السفرة، هات يا عم كتاب تاني صغير كده، يوم يرجع تاني لكتاب الدين المقرر على اولى ابتدائي، فما يخرجش بمعلومة تليق بعقله المتزن، لأن الإنسان برضو كل زمن ليك عقل بتحب تاخد المعلومة بتحقيق حاجة تليق بطريقة تفكيرك. إن هو عايز يكون عدم نفوذه للماء قوي، فهمت إزاي؟ عشان كده بيقول لك أنت لما هتمسح كده لا ينفذ ماء المسح لكن ينفذ ماء الصب، فما تفتكرش ان عدم النفوذ يقصد بماء المسح، لا ده يقصد ماء الصب، عشان يبقى نفذ يعني عدم نفوذ قوي،
فهمت ازاي؟ ادي المعنى. مش بينفذ نص نص. ولا يضر نفوذه من محل الخرز، بيعيدها تاني، فالمراد يمنع نفوذه من غير محل الخرز. ويشترط ايضا، اي كما يشترط ما تقدم، طهارتهما. طبعا حمسة على حاجة طهرة، ولا حمسة عليهمهما نجسين؟ ما ينفعش. يعني معمول من جلد غير مدبوغ، من ميتة، ينفع؟ لازم ادبوغه الاول عشان جلد الميتة نجس وطهرت دباغه. معمولين بجلد خروف ذبحته بزكاة شرعية بغير دباغ، طاهر، لان ده مش جلد ميتة، ده جلد خروف مزكى. فهم؟ انا بدبغه بس عشان احافظ عليه، مش عشان اطهره، لان هو طاهر اصلا. لكن جلد ميتة معناه خروف مات فطيس من غير زكاة شرعية، بقت فروته دي نجسة، ممكن اخدها انتفع بيها لو دبغتها. واضح؟ اي كما يشترط ما تقدم، وقول طهارتهما وكذا طهارة ما تحتهما، فلا يكفي نجس ولا متنجس ولا ما فوق نجاسة على الرجل. طهارة ما تحتهما يعني نفس الرجل مغسولة متوضية وما جاش عليها نجاسة، مش هبقى انا متوضي وغسلهم وتمام التمام ويجي عليها نقطة دم واروح ايه مدخلها جوه الخف وابتدي امسح عليه، ما انا مدخلها عليها نجاسة متنجسة. فهمت؟ يبقى لا هم نجسين ولا عليهم نجاسة ولا الرجل عليها نجاسة. ادي المعنى. نعم لو كان عليه نجاسة معفو عنها فمسح منه ما لا نجاسة عليه صح المسح. نجاسة معفو عنها يعني براغيث ميتة، دي نجاسة معفو عنها، نجاسة لا يدركها الطرف. يعني انت وانت بتبول مهما احتطت وانت قاعد على ارفيسك كده هتبقى في رذاذ متطاير، لو جبت ميكروسكوب هتشوفه جه على الخوف. دي معفو عنها، نجاسة معفو عنها، اللي هو ايه؟ الذي لا يدركه الطرف. شفت دبان واقف على براز وبعدين عف على الخف، يبقى نقل النجاسة على اقدامه ورجليه وجات على الخف. لكن اما بيطير وتنش وكده ما بتشوفش حاجة مكان رجلين الذباب. فهمت ازاي؟ دي نجاسة معفو عنها. فاذا كان عليه نجاسة معفو عنها يبقى خلاص. احنا اتكلمنا على نجاسات المعفوات كتير قبل كده. فمسح منه ما لا نجاسة عليه صح المسح، ولا يضر سيلان الماء على النجاسة، بخلاف ما لو مسح على ما فيه النجاسة فإنه يضر، ولو عمته النجاسة المعفو عنها مسح عليه. افرض عمته النجاسة المعفو عنها يمسح عليه. زي طين الشارع، طين الشوارع دي نجاسة معفو عنها، احيانا يبقى مختلط بنجاسات بتاع يعفى عنه، فممكن تمسح عليه. ويعفى عن يده الملاقية للنجاسة، بخلاف ما لو عمت النجاسة المعفو عنها العمامة فلا يكمل المسح عليها، لأن المسح عليها مندوب فليس ضروريا. أنت ما بتمسح النصية والعمامة بتكمل على العمامة من على الند، ما فيش ضرورة، فلو عليها نجاسة معفو عنها ما تمسحش عليه خلاص بقى، عشان ما تنشرش النجاسة. طب لكن في الخف عليه نجاسة معفو عنها، ممكن تمسح عليه، لأن المسح على الخف ضروري للوضوء، لكن المسح على العمامة مش ضروري للوضوء. وما هنا يعني المسح على الخف واجب فلا محيد عنه، ولو خرز خفه بشعر النجس كشعر الخنزير، خيطوا الخف بتاعه بشعر خنزير. الزهر كان ايامهم عندهم حاجات زي دي. مع الرطوبة طهر ظاهره بالغسل سبعا مع التتريب دون محل الخرز، لكن يعفى عنه. انت الخف بتاعك جايبه من عند راجل قال لك انا مخيطه بشعر خنزير يا سعادة البيه، ما فيش غيره في السوق، تروح واخده غسله
سبع مرات الأولانية بالتراب، كويس؟ علشان يطهر. طيب ما في جزء من الشعر داخل جوه مش هيطوله لا التراب ولا الغسل، يقف عن الجزء ده بقى، يطهر ظاهره، يطهر ظاهره كفاية. فهم؟ ادي معنى كلام الشيخ، طهر ظاهره بالغسل سبعا مع التتريب، يطرب الأولانية ويشطف ايه الباقي دون محل الخرز، لان محل الخرز ما وصلوش جوه، متني كده جوه، لكن يعفى عنه فلا ينجس الرجل المبتل، فلا ينجس الرجل المبتلة، ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى اذا بقى الامر التاسع، لعموم البلوى به، خلافا لما في التحقيق من انه لا يصلي فيه، لكن الاحوط تركه، الاحوط تركه، ما تعملهاش، يبقى من باب الورع. لسه كنا في الازهر النهارده بنتكلم على باب الورع، من باب الفقه يجوز يمشي عليه ويصلي، طب ومن باب الورع بلاش يا اخي اغسل رجلك ومفيش داعي تلبس. فهمت ازاي؟ يبقى الفقه واسع والورع ضيق والزهد اضيق، وهكذا، كل دي ابواب. وسكت المصنف عن كونهما حلالين، يشترط برضه ان هو بيبقى حلال، ما يبقاش سرقه او غصبه. فهمت ازاي؟ يبقى سرقه يلبسه ويمشي عليه، يجزئ وصلاته صحيحة، وحرام ويبقى حرام، ده مذهبنا كده، والحنابلة لا يجزئ وصلاته باطلة ووضوءه باطل، حنابلة كده. طيب، وسكت المصنف عن كونهما حلالين، يبقوا من حلال يعني، وفي ذلك تفصيل، فيكفي المسح على المغصوب والمتخذ من الديباج السفيق، يعني من الحرير السميك اللي هو لا ينفذ ايه الماء ويتحمل تتبع الخطى، ممكن، بس لبس الحرير حرام للرجال، يبقى حرام ويجزئ المسح عليه ويصلي بيها صلاته صحيح، لكن يأسم لو ست خلاص ما فيش حرام. والذهب والفضة برضو عمله من ذهب وفضة حرام، كويس، ولكن يجزئ المسح عليه، زي ما قلنا قبل كده في باب الأنية، أنية الذهب والفضة حرام، لكن افرض اتوضى من كوز ذهب مليان مية، وضوءه صحيح وحرام. طيب ايه؟ يلينهولك بقى، يودبهولك، ما هو مدهبهولك، مدهبهولك، مش شرط ذهب خالص يعني، ذهب قشرة تمويه، ما هو المموه بالذهب عندنا حرام برضو، افرض عملوا لك قشره ذهب كده، واخد بالك، او عمل لك سبيكه من الذهب وغالبها الذهب وبقت لينه، هو بيفترض افتراضات يعني، ما فيش حد بيعمل كده، لكن بيفترض، بيدي لك امثله عشان تبقى عندك ايه الملكه الفقهيه، هي دي المساله، مش شرط الحاجات دي تقابلك، هو عايز يربي فيك الملكه الفقهيه، ازاي انك انت تفهم الاحكام في الصور المختلفه. ولا يكفي المسح على خف المحرم، طب واحد محرم وحرام يلبس خف، لو مسح عليه وضوءه باطل ما ينفعش يصلي، لانه حرام يلبسه اصلا، طب ايه الفرق بين ان الخف المحرم المسح عليه حرام ولا يجزئ، والخف المغصوب حرام ويجزئ؟ لان الحرمه في الخف المحرم لذات الخف، فهمت، متعلقه بالخف نفسه، انما في المغصوب متعلقة لشيء عارض عليه، وهو انه مغصوب، العيب مش في الخف، العيب في الحصول عليه، في فرق. فهمت ازاي؟ علشان تعرف الفروق الدقيقة عند الفقهاء، فهمت الفرق؟ يبقى لما يبقى العيب لذات الخف يبقى لا يجزئ، لكن العيب في شيء عارض على الخف يبقى يجزئ مع الحرم، خدت بالك؟ ولا يكفي المسح على خف المحرم إذا لبسه لا لعذر، افرض لبس المحرم لعذر بقى، يبقى عليه دم ويمسح عليه لعذر، رجليه تعبانة مش قادر يمشي، مشققة، أي حاجة بقى، مرض،
لا لعذر، لأنه محرم لذاته، فإنه منهي عن اللبس من حيث هو لبس، فكأنه لا يمكنه تتابع المشي عليه بخلاف ما قبله، فإنه محرم لعارض. ما قبله زي المغصوب وزي الحرير الدباج أو الذهب والفضة، ده محرم لعارض. واعلم أن شرط الطهارة معتبر عند المسح لا عند اللبس، حتى لو لبس خفين نجسين أو متنجسين ثم طهرهما قبل المسح أجزأ. شرط طهارة الخفين يعتبر عند المسح لا عند اللبس. فهمت ازاي؟ يعني انا ممكن اروح لابس الخف وهو نجس، وانا لابسه ابقى اطهره وبعدين ابقى امسح عليه. يبقى يشترط الطهارة عند المسح لا عند اللبس. فهمت؟ اه طبعا، عشان ما تنشرهاش الا ان تكون معفو عنها بالتفصيل اللي احنا قلناه. بين لا خلاص لازم تزيلها، تغسلها. هي اه، وان كانت نجاسة كلبية او خنزيرية يبقى تغسل 7 مرات مع التتريب في واحدة منها. بالنسبة للمحرم حضرتك، لبس الخف دي حرام. ايوه. لكن مثلا لو لبس حاجة زي الصندل، ما هو ده مش هينفع عليه، مش بيغطي حاجة. يلبس؟ يعني يجوز في الإحرام؟ يجوز طالما مش محيط بالعقب. ادام عقبه باين يعني كعبه، بلغه المصريين يقول لك كعبه، كعبه يعني تتني البتاع كده وتروح تحوله لشبشب، يعني السير بتاعه فوق لكن الكعب باين، ما يدورش بس مش هيمسح عليه، يمشي بيه. ما ناخد بالنا هذا المحرم. المحرم اهو، حتى لو لبس خفين نجسين او متنجسين ثم طهرهما قبل المسح اجزأ المسح عليهما. وأما بقية الشروط فتعتبر عند اللبس على المعتمد من خلاف طويل. يعني هو بيخلص لك خلاف طويل بين العلماء، قال لك الخلاصة. ولو لبس خفا فوق خف، اللي هي الجرموقين، قضية الجرموقين اللي هو خفين فوق بعض، دنيا برد تلج، فراح لابس خف وفيه خف، أما يجي يمسح ينفع يمسح على الفؤاني؟ طب ما هو يمسح على الفؤاني، ما هو الفؤاني مش لضرورة، مش كده برضه؟ والمفروض ان الرخصة للضرورة، فمتى يجوز ان هو يمسح على الخف اللي هو الجرموق الاعلى؟ لو كان الجرموق الداخلي مقطع ومخرم يبقى يمسح، يمسح على الفؤاني سهل. ليه؟ لان صار الجواني كأنه بطانة غير مستغني عن الظهر، فيبقى ساعتها لما يجي يمسح يمسح على الاعلى. وله ان هو يمسح على الخف اللي من الأعلى ويقصد الخف الداخلي بشرط نفوذ ماء المسح إلى الخف الداخلي مع قصد المسح الداخلي أو مع الإبهام مطلقا. فهمت؟ هدي لك الصور بس عشان تفهم. ها؟ أنا بدي لك الصور، الصور بتاعتي. أنا لابس خفين فوق بعض، الاثنين سلام صغسلين، لو عايز امسح يبقى لازم امسح على الداخلي، اقلع الظاهري وامسح على الداخلي لان الاثنين مستغنين عن بعض. سهل؟ طيب افرض الداخلي مخرق، يبقى يجوز امسح على الظاهري اللي في الظاهر لانه صار الداخلي كالبطانه. سهله؟ سهل. افرض ان الاثنين مستغنين عن بعض صحيح، لكن الظاهري ده فيه خروم، لو مسحت عليه يجي اثر ماء المسح على اللي في الداخل، وانا قصدت مسح الداخلي دون خلعه، صح؟ طيب انا قصدت مسح الظاهري دون خلع الباطني، لا يصح حتى ولو نفذ قليل من الماء الداخل لانه مستغني. طب انا ابهمت، قصدت المسح على الخف مطلقا، قصدت المسح على الخف مطلقا وما حطيتش في مخي انا اقصر الجواني ولا البراني، يصح على الراجح. انا ما ابهم ما قصدتش المسح اصلا على واحد فيهما، ابهمت مطلقا، لا يصح. فهمت الصور؟ سهله. طيب نقراها بقى هنا عشان نخلص دي ونروح.
نخلص دي بس ونروح. ما هو الجزمة لو برقبة، لو برقبة عشان تغطي محل الفرد وتكون طاهرة، ما تكونش متشربة النجاسة ومشيت دخلت بيها الحمام ودست فيها في المجاري وتشربت النجاسة فيها والجلد بقى متشرب النجاسة متنجس، بس ساعتها هيصلي بيها ما يخشش بقى الجامع بيها، يعمل لنا مشاكل، يصلي بره الجامع. الجلد نفسه بيبقى فيه مسام بيتشرب لبعيد، فما ننصحش طبعا الا لو كان صناعي. لو جلد صناعي لان الجلد الصناعي ما فيهوش مسام، مجرد انك انت كده شطفته بالميه خلاص جريت او بلاستيك يجري، انما الجلد الصناعي فيه مسام يتشربه، الجلد الطبيعي مسام ويتشربه فما ينفعش. كان الشيخ الحافظ التجاني كان قال لنا كده زمان سنة 76 رحمه الله، قال لنا كده، قال لنا الجلد الطبيعي وانت ماشي في شارع، في شوارع زي شبرا والمغربلين وبتاع، قال لنا بالنص كده، كانت شوربة شبرا زمان دي كانت شوربة كلها مجاري طفح شوارح زمان ايام في السبعينيات في الفترة دي يعني. فهو ضرب لنا المثال يعني بالواقع المعاش يعني، يقول لنا ما تبقاش ماشي وجاي لي من شبرا ودايس عليها برجليك بالجزمه وبعدين تقول لي حمسة عليها واصلي، تصلي ايه؟ تصلي ايه؟ تصلي بنجاسه؟ ده رايي يعني، وده رايي صحيح، لان ده كان جلد طبيعي والجلد الطبيعي بيتشرب. لكن جزمه كاوتش كوتشي بتتغسل عادي ما يجراش حاجه، لان دي ما بتتشربش. وانت كلك مفهوميه بقى. انقعه بقى كده لحد ما يبوش ويبوظ، وبعدين بعد كده يبقى صلي فيه بيبقى صعب يعني، اصل بتبقى مسام ومش هتعرف متى طهر. والخروج من الخلاف احسن. لو شوف، لو هتدور على الفقه، الفقه واسع، هتلاقي فقيه يقول لك ما يجراش حاجه، ما دي نجاسه معفو عنها، دي نجاسه شارع. ما الفقهاء يعني عندهم سعه في الامور وجاتنا. خلاص اذا كان حذاء بالجلد الصناعي ده وهو مطهر وعارف انه ما بيمشيش في الاماكن الوحشه دي، وراجل بيتحرك بالعربيه وينزل من البيت ويركب العربيه وينزل تاني بتاعي يعني كده شغل نظيف، خلاص يصلي مفيهاش حاجه يعني، كل واحد ادرى. عايزين نخلص المساله دي عشان تروحوا، عشان احنا كده خدنا اكتر من ساعه. ولو لبس خفا فوق خف خرج بهذا ما لو لبس خفا فوق جبيره. يبقى لو لبس الخف فوق جبيرة واجبها المسح فإنه لا يصح المسح عليه، لازم ينسع الجبير، يقلعه بقى وينسع الجبير. وهذه المسألة تسمى بمسألة الجرموق بضم الجيم والميم، وهو فارسي معرب، وأصله بلغة الفرس جرموك بالكاف، فغيره العرب وقالوا جرموق بالقاف، وهو خف فوق خف، فهو اسم للخف الأعلى. وحاصل مسألته أنهما تارة يكونان قويين، وتارة يكونان ضعيفين، وتارة يكون الأعلى قويا والأسفل ضعيفا، وتارة بالعكس. وقد ذكر الشارح حكم الأخيرين ولم يذكر حكم الأولين، فمتى كان ضعيفين، الاثنين ضعيفين، لا يصح المسح عليهما مطلقا. وأما القويان فحكمهما كحكم ما إذا كان الأعلى ضعيفا والأسفل قويا، فيجري فيهما التفصيل الذي ذكره الشارح، اللي هو يمسح الأعلى وينوي الأسفل وينوب شوية حاجة تتخرخر، أو يكون الأعلى قوي والتاني إيه متخرق فيبقى كأنه بطانة، اللي هو التفصيل ده. لشدة البرد مثلا، يعني يلبس الاثنين لشدة البرد مثلا، أو لكثرة الخفاف عنده، أو عنده خفاف كتيرة فبدل ما يشيلهم أهو لابسها عمر أفندي، أو لعله، أو لعلة مرض مثلا.
قوله فإن كان الأعلى صالحا للمسح أي لكونه قويا، وقوله دون الأسفل أي لكونه ضعيفا، وقول صح المسح على الأعلى أي لأنه الخف وما تحته كاللفافة، فكأنه لابس خفا واحدا على لفافة على قدمه طالما الجواني ضعيف. وإن كان الأسفل صالحا للمسح أي لكونه قويا، وقوله دون الأعلى أي لكونه ضعيفا، وهذا ليس بقيد بل الحكم كذلك، وإن كان الأعلى صالحا للمسح أيضا فيجري فيهما التفصيل المذكور كما علمت. فمسح الأسفل أي كأن وضع يده بين الخفين من جوه كده، فهمت ازاي؟ ومسح الأسفل اللي هو الملاصق لجلده يبقى حلو خلاص تمشي دي. أو الأعلى أو مسح الأعلى فوصل البلل للأسفل أي ولو من محل الخرز حتى، إن قصد الأسفل أي وحده أو قصدهما أي الأعلى والأسفل فهاتان صورتان يصح فيهما المسح. سهلة؟ طيب. لا إن قصد الأعلى فقط أي لا يصح المسح إن قصد الأعلى دون الأسفل، وكذا إن قصد واحدا لا بعينه مبهم، لأن الواحد المبهم يصدق بالمجزئ وغير المجزئ، فهاتان صورتان لا يصح فيهما المسح. وإن لم يقصد واحدا بل قصد مطلق المسح، يعني في قصد بس ما حددش غير النوع الأولاني اللي هو إيه أبهمة، إنما إن قصد المسح وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد المسح في الجملة، هذه هي صورة الإطلاق اللي هو أطلق يعني، خلافا لمن جعلها غيرها حيث قال إن صورة الإطلاق لا قصد فيها أصلا بخلاف هذه ففيها قصد، وهذه صورة يصح فيها المسح. فصور الصحة ثلاث وصور عدم الصحة صورتان، اللي هو لو أبهم مطلقا أو كان الاثنين قويان ومسح وقصد الأعلى. سهلة؟ دول اللي مش هينفع والباقي ينفع سهلين. انه في الابهام ابهم مطلقا ما يقصدش اي خف فيهم، واخد بالك ازاي؟ ولا يقصد حتى المسح، ده عمل كده وخلاص، شاف الناس بتعمل كده عمل، فهمت ازاي؟ ده اسمه ابهم. انما التاني عارف ان المسح على الخف يجزئ فمسح، واخد بالك ازاي؟ وقصد المسح على الجمله دون التفصيل، واخد بالك ازاي؟ دون التفصيل، هو بيقول ان المسح على الخفين يجزي، خلاص يجزي، وقصد هذا على الجملة، لا الفؤاني ولا التحتاني، لكن يعرف ان المسح مجزي، وقاصد المسح، فهمت ازاي؟ يبقى في الحالة دي يجزي له المسح بهذه الصورة بشرط انه ينفذ قليل من الماء ولو من موضع الخرز من الخف الأعلى إن كان قويا للخف الأسفل، إن كان مستغنيا، خدت بالك؟ أجزأ في الأصح. وعلى أي حال صورة القصد بغير تعيين في وجه مقابل الأصح يقول لك ما ينفعش برضه. عشان كده قال لك أجزأ في الأصح، يعني مقابل الأصح صحيح يقول لك لا يجزأ. أي لأنه قصد إسقاط الفرد بالمسح وقد وصل الماء إلى الأسفل، ومقابل الأصح أنه لا يجزئ لأن قصده صالح للأعلى وهو لا يجزئ، اللي هو القصد في الجملة صالح للأعلى أيضا وهو لا يجزئ، ده المقابل الأصح. ونقف على مدة المسح إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.